لقد قمت بنشر حديث لك وكنت تتحدث عن كريستيانو رونالدو وميسي، هل كنت أفضل منهما؟ كنت أبحث في الإنترنت وقد قلت أنني لا أعرف إذا ما كانت هذه الأرقام قد تم تحقيقها فعليا، لكن بغض النظر عن هذا الأمر فهو أمر جيد للإحساس بالغرور. من الجميل أن تعرف أرقامهم، بأي حال هم الأفضل في الوقت الحالي، وإذا قمنا بمقابلة فأرقامهما بعيدة عن أرقامي، هذا أمر رائع، إذا كان صحيحا فهو رائع. اليوم هل زلت تعتقد أن الترتيب هو على الشكل التالي؟ بيلي، مارادونا وروماريو؟ إنه كذلك، لأن اللاعبين مثل ميسي وكريستيانو على سبيل المثال لم يتمكنا من الفوز بكأس العالم بعد. يمكنني وضع زيدان ضمن هذه المجموعة من اللاعبين الذين فازوا بكأس العالم ودخلوا تاريخ كرة القدم.